بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أبنائي طلاب وطالبات مدارس السابلة، أهلا وسهلا بكم في الدرس 26 من دروس التربية الإسلامية، وهو صيام التطوع. ولكن قبل أن نبدأ بهذا الدرس، يجب علينا أن نعرف ما معنى تطوع وما معنى صيام التطوع حتى يسهل علينا فهم الدرس. فكلمة التطوع بني هو الأمر الذي يكون بإرادتك واختيارك لا إجبارا. أما صيام التطوع فهي الأيام التي حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها باختيارنا بإرادتنا تطوعا، علل طلبا لرضا الله عز وجل وتقربا إليه. طيب، قبل أن نشرع ونعلق على الفقرة وعلى الدرس، فكر معي بني، في أي شهر يجب أن يصوم المسلم؟ وأظن أن الكل يعلم، فأنتم أذكياء، في شهر رمضان. أما أفكر الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصيام، طبعا بعد شهر رمضان، صيام داود اللي هو نبي الله داود. علل لماذا أفضل الصيام صيام داود عليه السلام؟ لأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. وتوجد بني أيام يستحب أن يصومها المسلم زيادة على شهر رمضان. إذا شهر رمضان فرض ركن من أركان الإسلام، وعدا شهر رمضان هي أيام يستحب صيامها. فرض الله تعالى على المسلم الصيام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، ويكون الصيام في شهر رمضان المبارك. ولكن توجد أيام أخرى حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها، لماذا؟ تطوعا وطلبا لرضا الله عز وجل، وهذا ما يسمى بصيام التطوع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أجر من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه أو باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. فيأتي هنا سؤال: بين أو وضح أجر من صام يوما في سبيل الله. فيكون الجواب أن الله سبحانه وتعالى يباعد عنه النار ويباعد عن وجه النار مسيرة 70 خريفا. إذا ما مقصود 70 خريفة؟ أي 70 عاما. بني اكتب سؤال عندك هنا: اذكر الأيام التي يستحب صيامها. فنبدأ بالأيام البيض، وتسمى الأيام البيض لأنها تكون في يكون القمر أبيضا ناصعا في وسط السماء بالليل، وهي 13 و14 و15 من كل شهر قمري. لذلك سميت الأيام البيض لأن البدر يكون فيها ناصع البياض. أيضا 6 أيام من شهر شوال، وبعض الناس يقول 6 البيض، وهذا خطأ، اسمها 6 من شوال. أيضا يوم عاشوراء، وهو اليوم 10 من محرم، وفي هذا اليوم نجى الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام وقومه من بطش فرعون الظالم. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى من اليهود، فموسى مسلم واليهود كفار، ولكن أمر بصوم يوم قبله ويوم بعده مخالفة لليهود. يوم 2 والخميس من كل أسبوع، ويستحب صيام هذه الأيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 2، ويوم 5 و2 أيضا ترفع الأعمال إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
أيضا اليوم السادس الذي يستحب صيامه أو اليوم الخامس هو يوم عرفة لغير الحاج، يعني الناس اللي مش في الحج يستحب لهم صيام عرفة، بينما الحاج لا يستحب أن يصوم يوم عرفة بل يكره، لأنه يجب أن يكون جسمه قويا حتى يستطيع القيام بأعمال الحج. انتبه معي هنا بني عند أتعلم، عرف ما هي الأيام البيض، شرحتها قبل قليل لكن أقرأها هنا على عجالة. هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وهو الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون، ويستحب صيام يوم قبله ويوم بعده لمخالفة اليهود الذين يصومون هذا اليوم فقط. يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة الذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفة لأداء فريضة الحج، الذي يوم وهو اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك، وهو يستحب صيامه لكل الناس باستثناء الحجاج. ما سبب تسمية الأيام البيض بهذه الأسماء؟ سبق أن قلت لكم فأكتبوا الجواب. المحور الثاني، الأيام المنهي عن صيامها. إن الأيام المنهي عن صيامها هي أيام العيد مطلقا، يعني العيد الصغير والعيد الكبير، العيد الصغير اللي هو يسمى بعيد الفطر والعيد الكبير الذي يسمى بعيد الأضحى. طبعا عيد الفطر هو يوم واحد فقط وليس ثلاثة أيام، لكن جرت العادة عند المسلمين أن يجعلوه ثلاثة أيام، إذ لو كان العيد ثلاثة أيام لما صح الصيام فيه، إذ منهي عن الصيام في أيام العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيضا من الأيام المنهي عن صيامها أيام التشريق، وأيام التشريق تأتي في عيد الأضحى المبارك، فتبدأ أول يوم من أيام التشريق هو ثاني أيام العيد، وثاني يوم من أيام التشريق هو ثالث أيام العيد، وثالث يوم من أيام التشريق هو رابع أيام العيد. أيضا من الأيام المنهي عن صيامها يوم عرفة للحاج فقط، وقلنا حتى يبقى جسم الحاج قويا ويستطيع أن يقوم بأعمال الحج، فالحج بحاجة إلى قوة وطاقة حتى يستطيع المسلم القيام بحق الله في هذه الفريضة. وهكذا بني نأتي إلى ختام درس صيام التطوع، ألتقي بكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.